بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في هذه الندوة التي هي بعنوان إنتاج الفيلم التعليمي ومشاركته عبر الويب. سوف نتناول في هذه الندوة كيفية إنتاج الأفلام التعليمية عبر الويب وكيفية أيضا مشاركتها عبر الويب. أحب أن أرحب بكم، معكم أستاذة آلاء الجريسي، محاضر بقسم تقنيات التعليم بجامعة طيبة. المحاور التي سوف نتناولها بإذن الله في هذه الندوة هي كالتالي: أولاً، تعريف الفيلم التعليمي، تعريف الفيلم التعليمي التفاعلي، معايير الفيلم التعليمي، معايير الفيلم التعليمي، خطوات إنتاج الفيلم التعليمي، وأخيراً نذكر بعض المواقع التي تتحدث عن إنتاج الأفلام التعليمية وبعض المواقع التي تتناول إنتاج الأفلام التعليمية التفاعلية. ثم بعد ذلك نبدأ في اللي هو التطبيق العملي لبعض هذه المواقع. الفيديو التعليمي التفاعلي، الفيديو التعليمي التفاعلي هو عبارة عن مادة سمعية، بس الميزة اللي فيها إنه نفس الفيديو العادي، بس أنت بتعطي المتعلم فرصة للتفاعل مع محتوى الفيديو من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات والتطبيقات كالنقر والسحب والاختبارات القصيرة. فأنت بإمكانك تضيفي للطالب مجموعة من الاختبارات على نفس محتوى الفيديو، وممكن تعطي له مجال لنوافذ صغيرة فيها معلومات بسيطة، وممكن قوائم التشغيل اللي موجودة مثلا على اليوتيوب. طيب، نشوف الشريحة اللي بعدها. طيب، نبغى نتناقش عن ما هي مميزات الفيديو التعليمي والفيديو التفاعلي في الصف الدراسي، بس قبل ما نتناقش أعرض لكم مجموعة من الإحصائيات عشان نتناقش في مميزات الفيديو التعليمي والفيديو التفاعلي. طيب، يقول لك 78 يشوفوا مقاطع الإنترنت كل أسبوع من الأشخاص، 40% من أبناء هذا الجيل يثقون في المحتوى الفيديو اللي موجود على اليوتيوب، 60% يرون أن مقاطع الفيديو غيرت نظرتهم للعالم، 55% من المستخدمين يشاهدون مقاطع الفيديو أكثر من أي نوع من أنواع المحتويات الأخرى، 45% يشاهدون أكثر من ساعة من مقاطع اليوتيوب على الفيسبوك أو يوتيوب كل أسبوع. يعني بنلاقي أنه أكثر الأشخاص أو أكثر المستخدمين حول العالم، من مراهقين، من شباب، من كبار، المحتوى الأساسي اللي اعتمدوا عليه مقاطع الفيديو، سواء كانت منشورة على اليوتيوب أو كانت متوفرة على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب، يقول لك مشاركات الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى 1200 مرة مقارنة بالمحتوى النصي والمحتوى الصور. يعني الأشخاص بيعملوا مشاركات للفيديوهات أكثر مما بيعملوا للصور وللمحتوى النصي. طيب، 300 دقيقة يتم تحميلها يومياً على موقع يوتيوب في الساعة الواحدة، 40 دقيقة يستغرقها الشخص عشان يتصفح في موقع اليوتيوب، 30 مليون مستخدم عدد النشطين على مواقع اليوتيوب يومياً، عدد الزيارات لموقع اليوتيوب 1.5 مليون زيارة في الشهر الواحد. طيب، يقول لك استخدام كلمة فيديو فقط في سطر عنوان البريد الإلكتروني يزيد من معدل فتح رسالة بنسبة 19%، ونسبة النقر ومشاهدة الفيديو بنسبة 65%. طيب، هذه الإحصائيات نستنتج منها مميزات الفيديو التعليمي والفيديو التفاعلي. طيب، خلونا نشوف هذه المميزات مع بعض ونشرحها بشكل مبسط وسريع. أول حاجة من مميزات الفيديو التعليمي، تقديم وسيلة تعلم جذابة ومثيرة للاهتمام لعدة أسباب. أول حاجة، أنت كمعلم أو كمعلم بتقدم وسيلة خارجة عن المألوف أو خارجة عن طريقة التدريس اللي موجودة في الفصول الدراسية. ثاني حاجة، الدماغ البشري في قناتين، قناة سمعية لفظية وقناة بصرية. عن طريق الصور بتفعل القناة البصرية فقط، والأصوات بتفعل القناة السمعية، لكن لما الفيديو التعليمي أنت بتدمج بين الصوت والصورة والنص، تمام؟ فإذا أنت بتحرك أو بتشغل القناة السمعية اللفظية والقناة البصرية. طيب، هذه النقطة تنعكس على إيش؟ على النقطة اللي خلفها اللي هي بقاء أثر التعلم لمدة طويلة. لما أنت قدرت تجذب المتعلم بمقطع الفيديو اللي أنت عملته،
إذا كم المعلومات أو كمية الاحتفاظ بهذه المعلومات حتكون أبقى في ذهن المتعلم. مثال على ذلك لما تيجي بتشرح للطالب صفة الصلاة، طيب حتقعد لو أو الطالب مثلا يبغى يقرأ صفة الصلاة وجلس قرأ 5 صفحات أو 4 صفحات عن صفة الصلاة، ممكن فهم بعض الأشياء وممكن ما فهم. طيب لكن أما أنت كمعلم تقدم له هي في مقطع فيديو لا يتجاوز 2 أو 3 دقائق وصلت الفكرة ووصلت التعلم بطريقة سريعة. لما أنت تبي تفهم الطالب مثلا الفرق بين التعليم الإلكتروني المتزامن والتعليم الإلكتروني غير المتزامن، طيب ممكن يطلع برضو على مادة علمية طويلة تقدم له هي وتشرح له هي في محاضرة طويلة وممكن في أجزاء ما فهمها، لكن مقطع فيديو عن التعليم الإلكتروني المتزامن ومقطع فيديو عن التعليم الإلكتروني غير المتزامن وصل الفكرة واختصر الوقت بالنسبة للتعلم وساعد على بقاء المعلومة فترة طويلة في ذهن المتعلم. ثالث حاجة من ميزات الفيديو التعليمي إنك أنت تبسط المفاهيم المعقدة. المفاهيم الصعبة اللي ما تقدر توصلها للطلاب ممكن عن طريق فيديو تعليمي أنت تقدر تبسط له إيش؟ أنت تقدر تبسط له هي. لما تيجي تفهم الطالب مفهوم الانصهار، مفهوم التبخر، مفهوم مثلا طلاب الجامعة، مفهوم الوسائط المتعددة، مفهوم الفصل المقلوب، ممكن ما يفهمها بالطريقة التقليدية، لكن بفيديو بسيط ممكن يوصل كل المعلومة. طيب إمكانية التدريب لاكتساب مهارات، اكتساب وإتقان مهارات معينة. غالبا لو نلاحظ إنه مقاطع الفيديو من فوائدها إنك تتعلمي كثير من المهارات العملية، مثلا تتعلمي كيف تشغلي الكاميرا أو كيف تشغلي جهاز معين أو كيف تجري تجربة كيميائية معينة أو كيف تستخدمي ماكينة الخياطة أو كيف تعملي الديكوباج أو وغيرها من المهارات. هذه المهارات عن طريق مقطع فيديو واحد يشرح لك كل المهارات بدل ما تحتاجي في الفصل إنك تجهزي الأدوات وتشرحيها للطلاب، وممكن طالب شاف وطالب ما شاف وطالب فهم وطالب لم يفهم. فالفيديو يختصر إنه كل طالب يقدر يشوف هذا المقطع ويتابع الخطوات خطوة خطوة ويتعلم منها. طيب كمان من فوائد الفيديو التعليمي التدعيم التدريس بالفصول المقلوبة، وهذا طبعا استراتيجيات جديدة. الفصول المقلوبة اللي هي إنه المعلم يشرح إنه المعلم يعيد مجموعة من المواد التعليمية زي الفيديوهات التعليمية والمقاطع الصوتية ويرسلها للطلاب، والطلاب يطلعوا عليها ويحاولوا يفهموها، وبعدين يجوا المدرسة ويبدأوا في الحصة يتناقشوا مع الأستاذ في موضوع الفيديو اللي هو أرسل لهم هو، أو يعملوا مشروع في الفيديو اللي أرسل لهم هو ويبدأ يطبقوا في الفصل الدراسي. طيب من مميزات الفيديو كمان إنه هي بتختصر وقت المعلم ووقت المتعلم. يمكن المعلم يتعب في التصميم لكن بعد كده بتختصر وقت طويل من الشرح اللي ممكن ما فهم في الدرس، وحيرجع لك الطالب بعد فترة يقول لك أنا ما فهمت هذه النقطة، مقطع الفيديو حيلخص لك هذه الفكرة. وكمان المتعلم ممكن يعيد المقطع أكثر من مرة واثنين وثلاثة عشان يفهم المعلومة إذا وجد فيها صعوبة. طيب كمان من ميزات الفيديو معالجة أنماط تعلم مختلفة من المتعلمين. أنت عندك في الصف الدراسي أو في قاعة المحاضرات شخصيات مختلفة، عندك سمعي، عندك بصري، عندك كثير الحركة مثلا. طيب هدول الشخصيات كيف تتعاملي معاهم؟ مقطع الفيديو عشان يدمج بين الصوت والصورة والحركة والرسوم المتحركة ويجمع عناصر متعددة. فالسمعي حيسمع المقاطع الصوتية لمقطع الفيديو، البصري حيركز على الصور وإذا كانت في لقطات فيديو أو رسوم متحركة موجودة في مقطع الفيديو. فالفيديو يعالج أنماط تعلم مختلفة ويراعي الفروق الفردية بين مين؟ بين المتعلمين. طيب أداة رائعة لتعزيز المعلومات التي تم تدريسها. أنت ممكن درستي معلومات في الفصل تثبتي هذه المعلومات عن طريق مقطع فيديو شوفه، وممكن تعملي له أسئلة قصيرة على نفس مقطع الفيديو تأكد فهمه للمعلومة أو عدم فهمه. طيب كمان من ميزات الفيديو سهولة الوصول إلى مقاطع الفيديو من خلال أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية. هذه أصبحت الآن إنه مقاطع الفيديو نقدر نفتحها من خلال الجوال، من خلال التابلت، من خلال الأيباد، من خلال جهاز كمبيوتر تفتحيه من البيت، من العمل، من أي مكان أنت متواجدة فيه وتتفرجي على المقطع الفيديو. طيب من فوائد الفيديو كمان مشاركة المتعلم وتفاعله بشكل جيد
مع محتوى الفيديو من خلال أدوات التعلم التعليمي تقريبا ترتبط بالنقطة 8. أنت عشان تأكدي فهم المتعلم وعشان يستفيد أكثر من الفيديو، استخدمي أدوات الفيديو التفاعلي، حطي له أسئلة، حطي له روابط، حطي له معلومات إضافية تثري المادة التعليمية اللي موجودة فين في الفيديو. طيب كمان من ميزاته أنه تشجيع الإبداع في تصميم وإنتاج مقاطع الفيديو. لما حتنتجي مقطع فيديو وتحترفي إنتاج المقاطع، حتلاقي أنه حتبدعي في كل مرة بإنتاج مقاطع أفضل وأفضل، تمام، وممكن حيصير في تنافس بين المعلمين، وكمان ممكن الطلاب المتميزين في الأشياء المهارات العملية في إنتاج الفيديو ممكن يشاركوك في إنتاج مقاطع الفيديو. طيب كمان الميزة من ميزات الفيديو التحكم في الإعادة والتكرار والإيقاف، يعيد المقطع، هذه نقطة ما في ما يرجع يعيده، يوقف يكرر المقطع أكثر من مرة. طيب هذه ميزات الفيديو التعليمي. طيب نبغى نتكلم عن أنواع الفيديو التعليمي. إحنا في أنواع كثيرة للفيديو التعليمي، أبسط الأنواع اللي إحنا بنستخدمها كمعلمين كمعلمات أو بشكل عام اللي هي تسجيل الشاشة. إنك أنت مثلاً تبى تشرح للطلاب كيف يستخدم برنامج الباوربوينت، أو تشرح لهم كيف يستخدموا موقع مثلاً موقع وي فيديو اللي حنشرح عليه الآن كيف تنتجي فيديو تفاعلي، حتستخدمي إيش؟ تسجيل للشاشة. طيب عندك مثلا دروس المحاكاة، دروس المحاكاة اللي هي تعلمي مهارات عملية، تعلمي طريقة إجراء تجربة كيميائية، تعلمي طريقة إجراء مهارة عملية، تعلمي مثلا مقطع فيديو في قيادة السيارة، في قيادة الطيارة، في الأشياء اللي هي تكون فيها مهارات عملية. طيب عندنا كمان من أنواع الفيديو الرسوم المتحركة، وكمان عندنا اللي الآن في الوقت الحالي اللي هو الموشن جرافيك، وهذا يعني أصبح في الوقت الحالي من أكثر مقاطع الفيديو اللي من أكثر أنواع مقاطع الفيديو اللي منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع اليوتيوب. ولما تعملي أفلام فيديو بالموشن جرافيك فيها جاذبية أكثر في التعلم. طيب ممكن كمان من أنواع الفيديو تسجيل المحاضرات والدروس. أنت عملتي محاضرة تسجليها، أو عملتي درس في الصف الدراسي تسجلي بكاميرا الجوال أو بكاميرا خاصة، تسجلي وتنزلي على اليوتيوب. كمان عندنا من أنواع الفيديو تحويل العروض التقديمية زي عرض الباوربانك لما تحولي إلى إيش؟ إلى فيديو. طيب هذه أنواع الفيديو التعليمي. دحين الآن سوف ننتقل إلى معايير إنتاج الفيديو التعليمي. عندنا معايير الصور، معايير الأصوات، معايير النصوص، الرسوم المتحركة، معايير عامة. طيب نبدأ مع بعض بمعايير الصور. أول حاجة أو أول نقطة مهمة إن الصور اللي أنت تختاريها وتنزليها في الفيديو لازم تكون مرتبطة بموضوع الدرس، وهذه نقطة مرة مهمة. يقول لك الدماغ البشري يكون تركيزه عالي إذا كانت المعلومات المقدمة أمامه مرتبطة مباشرة بموضوع الدرس أو بمحتوى الموضوع اللي أنت تبي تقدميه. لكن متى ما حطيت صورة أو نص أو صوت بعيد شوية عن المحتوى يبدأ العقل يتشتت، خلاص، ويبدأ الطالب إيش يتشتت انتباهه ويبتعد عن إيش التركيز على المادة العلمية. فمن النقاط المهمة والأساسية إنك حط صورة لها علاقة. يعني قبل ما تحطي مقطع الفيديو قولي أنا إيش هستفيد من هذه الصورة، إيش هدف هذه الصورة في الفيديو اللي أنا هأعمله. طيب ثاني حاجة درجة وضوح الصورة لازم تكون عالية. ثاني حاجة أحجام الصور ومقاساتها تكون واحدة، يعني مثلا يا تستخدمي صور طولية يا تستخدمي صور عرضية. طيب أما صورة طولية وصورة عرضية وصورتين طولية وصورة عرضية هذه غير مريحة لإيش؟ غير مريحة للعين. طيب أن تتجنب استخدام الصور كخلفيات، لا تحاول الصورة اللي أنت لا تحاول تكون الخلفيات اللي في الفيديو تكون صور لأنها تشتت ذهن المتعلم. كمان أتجنب الصور المزدحمة في التفاصيل كالنصوص والرسوم البيانية، ولما أشرح لكم وين فيديو حوريكم بعض الصور المزدحمة بالتفاصيل واللي ما يستفيد منها المتعلم. طيب أن تقوم بتحرير الصور وتعديلها إذا دعت الحاجة، يعني مثلا زي توحيد أحجام مقاسات الصور، هنا لازم تحرريها، ممكن عن طريق الفوتوشوب، ممكن عن طريق الرسام، ممكن حتى عن طريق الباوربوينت تعملي توحيد لكل مقاسات
الصور. طيب هذه المعايير البسيطة لإنتاج الصور، لاستخدام الصور. نشوف طيب معايير الأصوات. نفس الفكرة، أول شيء إنه الصوت له علاقة بموضوع الدرس، أي صوت ما له علاقة أنا أحذفه. يعني البعض يستخدم مثلا مؤثرات صوتية أو موسيقية تكون مشتتة للانتباه، فما يدري المتعلم هو يركز في المقطع اللي قاعد يشوفه ولا في الصوت اللي بيشتت له ذهنه. ركزوا في هذه النقطة، ارتباطها مع موضوع الدرس. ثاني حاجة، الصوت يكون واضح ما فيه له أي تشويش. إذا كنتي تبي تسجلي صوتك، حاولي تتحدثي بلغة سهلة بسيطة يفهموها الطلاب. كمان من الأشياء المهمة إنك تختاري متحدث جيد وبنبرة صوت جيدة، يعني إنسان عنده قدرة على التكلم، وإنسان أو شخص يكون نبرة صوته جيدة أو تتقبلها الآذان. في بعض الأحيان تيجي أصوات حادة، أصوات منخفضة ما تتقبلها الأذن، فحاولي تختاري شخص يسجل تسجيل صوتي نبرته جيدة واضحة وتتقبل سماعها الآذان. طيب ثاني حاجة إنه تتحدثي بسرعة مناسبة، لا تكوني مرة سريعة ولا تكوني مرة بطيئة. طيب إذا كنت تبي تستخدمي مؤثرات صوتية كخلفية، مثلا أصوات طبيعة، أصوات بحر، أصوات هذا، أو أصوات أمواج بحر أو عصافير أو ما شابه، حاولي إنها إيش تكون منخفضة، ويفضل عدم أو فضل عدم استخدام، لكن إذا استخدمتيها حاولي إنها تكون الصوت منخفض جدا. طيب كمان من النقاط المهمة إنك تضبطي مستويات الصوت عند الظهور والتلاشي في بداية الفيديو ونهايته. غالبا لما نيجي نتفرج على مقاطع الفيديو إيش نلاقي؟ إنه دخل على الفيديو فجأة وانتهى الفيديو فجأة، ما في تهيئة. أنت لازم تعملي تهيئة بصرية وتهيئة سمعية، خلاص؟ فلما أول ما يبدأ يشتغل الفيديو أعملي تهيئة سمعية بإنك تخلي الصوت يكون منخفض وبعدين يبدأ إيش يرتفع. ولما كمان ينتهي الفيديو، مو المشاهد قاعد يتفرج وفجأة ينقطع عليه الصوت، هنا ينقطع الانتباه، لا، أعملي اللي أخفض الصوت بحيث إنه ينخفض في الجزء الأخير من الفيديو بشويش عشان تهيئ المستمع أو المشاهد إنه خلاص قربت نهاية الفيديو. فهذه من النقاط المهمة اللي انتبهوا لها، هي أن تضبط مستويات الصوت عند الظهور والتلاشي. طيب نشوف معايير النصوص كمان. طيب أول شيء إنه يكون النص بخط واضح وسهل القراءة ومريح للعين. تاني شيء إنك تميز بين ألوان العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية، ويفضل استخدام من 2 إلى 3 ألوان كأقصى حد. ميزي بين ألوان النص وبين الخلفية، وحاولي يكون في نوع من التباين. يعني مثلا إذا كانت الخلفية مثلا حمراء، ما يصير تكتبي باللون الأسود، أو الخلفية برتقالي وتكتبي باللون الأسود، الخلفية رمادي وتكتبي باللون الأسود. نسبة التباين بسيطة، لازم تكون نسبة التباين بين الخلفية وبين النص عالية. يعني مثلا الخلفية السوداء تكتبي عليها باللون الأبيض أو باللون الأصفر، الخلفية البيضاء تكتبي عليها باللون الأسود. فمهمة قضية إنه درجة التمايز بين الألوان تكون عالية عشان تدفع المتعلم إنه يركز على النقاط المهمة. طيب رابع نقطة، إنه تكون النصوص خالية من الأخطاء الإملائية، إنه برضو زي فكرة الصور توحدي نظام الكتابة في الخطوط والحجم واللون. يعني تختاري نوعين من الخط، خط للعناوين الكبيرة وخط للمحتوى البسيط أو المختصر، توحدي نوع الخط والألوان والأحجام. طيب المحتوى النصي اللي تحطيه في الفيديو لازم يكون بسيط ومختصر، لأنه الهدف من الفيديو إنه توصل الفكرة بطريقة سهلة وتتخلص الطالب من فكرة قراءة النصوص الطويلة اللي تشتت ذهنه. يعني خلاص الصوت مع الصور مع لقطات الفيديو الصغيرة مع الرسوم المتحركة، إذا كانت في رسوم تخطيطية في رسوم بيانية، تغني عن إنه يكون في نص طويل موجود على الفيديو. أستخدم بس اللي هو مثلا شرح التعريف، بعض النقاط، لأنه بعض الأحيان تتفرج على مقاطع فيديو تحس إنك جالسة قدامك مادة نصية والخلفية خلفية وقدامك مادة نصية، يقول لك هذا مقطع فيديو. أمثال هذه المقاطع لا تثري التعلم، فدائما أحرص على إنه يكون المحتوى النصي بسيط ومختصر. طيب
عندنا كمان من معايير إنتاج الفيديو التعليمي معايير إنتاج الرسوم المتحركة ولقطات الفيديو. طيب أول حاجة لما تيجي تصوري، إذا كنت تبي تصوري مقطع فيديو يكون التصوير واضح. ثاني حاجة إنه تتجنب توجيه الكاميرا على وجهك مباشرة، لأنه يعني حاول تكون وراك خلفية لمكان، ما يكون تركيز الشاشة كله على وجهك، لأنه الطالب حيصير يركز في تفاصيل الوجه أكثر من تركيزه على المادة العلمية اللي أنت قاعد تشرحها أو قاعد تطرحها. طيب ثالث حاجة إنه تتجنب عرض جميع الأحداث في لقطة واحدة. إذا تبي تشرح مهارة عملية فيها خطوات، أعمل لقطات صغيرة، لقطة الخطوة الأولى في لقطة، والخطوة الثانية في لقطة، والخطوة الثالثة في لقطة، وبعدين سوي لها تجميع مع بعض. لأنه كثرة لأنه اللقطة الواحدة لما تيجي طويلة هتعمل إيه؟ تثقل حجم الفيديو. فلما تكون لقطات قصيرة وتعمل بينها حركات أو انتقالات يكون أفضل وما يكون حجم الفيديو كبير. طيب يفضل إنه تكون اللقطات القصيرة ما تتجاوز 3 دقائق. طيب عندنا معايير عامة نتكلم عنها الفيديو التعليمي. أول معيار يقول لك اختصر المحتوى العلمي في الفيديو وتجنب الحشو الزائد، يعني ركزي على المعلومة المهمة فقط، المعلومة غير الهامة نستبعدها، فقط نركز على المعلومة الهامة. ليش قلنا؟ لأنه الدماغ يركز في يكون ماشي مع الفيديو في التركيز على المعلومة اللي مطروحة أمامه. متى ما لقى معلومة زائدة خلاص أو صورة لا داعي لها أو مقطع صوتي دخل، حينقطع انتباه المتعلم. طيب إذا كان المحتوى طويل قسم الأجزاء صغيرة ووزعها على مقاطع فيديو. مثلا أنا أبغى أشرح لهم التعليم الإلكتروني، أنواع التعليم الإلكتروني، ميزات التعليم الإلكتروني، أعمل فيديو أشرح فيه مثلا تعريف التعليم الإلكتروني ومميزاته، أعمل مقطع ثاني أشرح فيه أنواع التعليم الإلكتروني المتزامن، أجي مقطع ثاني أشرح فيه التعليم الإلكتروني غير المتزامن. كده أحافظ على تركيز المتعلم لأنها مقاطع قصيرة وأوصل المعلومة بطريقة أسرع. طيب استخدام الإشارات لإبراز المعلومات المهمة. طيب عندك معلومات مهمة تبي تركزي عليها، استخدمي الإشارات. إيش هي الإشارات اللي نستخدمها؟ الألوان، الحركات، الأشكال. مثال عندك النص الجزئية هذه أو هذا التعريف مهم، أعملي له مثلا تكبير شاشة، حركات تكبير شاشة خلاص، أو تكبير للأشكال، يعني استخدمي حركة تبرز المحتوى المهم اللي تبغى الطالب يركز عليه، أو استخدمي مثلا الألوان، لون اللي هو تلوين النصوص. استخدام الإشارة، استخدام الألوان والحركات أو الأشكال لإبراز المعلومات المهمة يخلي الطالب يتذكر هذه المعلومة بسرعة. تمام. طيب عندنا كمان اهتم بالتزامن بين النصوص والصور والأصوات والحركة. التزامن هو أساس من أساسيات نجاح الفيديو، التزامن إن الصورة مع النص مع الحركة كلها في وقت في توقيت واحد. لما يكون في نص يجي وبعدين فجأة بعد فترة تجي صورة أو يجي بعد فترة الصوت، يصير هنا في انقطاع وفي بالتالي انقطاع في تركيز المتعلم. خامس حاجة أبدأ بمقدمة مشوقة ومحفزة، أبدأ بسؤال، أبدأ بحوار، أبدأ بمعلومة مهمة، أبدأ بمعلومة مهمة، أبدأ بحاجة تحفز الطالب إنه هو يسمع لإيش، يستمع لمقطع الفيديو ويشاهده. طيب لخص المحتوى العلمي في آخر الفيديو، حطي خلاصة في آخر الفيديو التعليمي تلخصي فيها المحتوى اللي شرحتيه على طول الفيديو التعليمي. طيب كمان من معايير الفيديو، تحدث كما لو كنت في الصف الدراسي. الصوت له تأثير كثير على الطلبة، لا تتحدث بنبرة صوتية واحدة، نوع أرفع صوتك، أرخي صوتك، تحدث معهم كما تكون في الفصل الدراسي، يا طالب انتبه لهذه النقطة، يا طالب راجع هذه النقطة، ركز معي في هذه النقطة، هل فهمت هذه النقطة؟ يعني أعطي له إيحاء إنه فعلا كأنه هو موجود معاك في الفصل الدراسي. عشان إيه؟ عشان يشاهد المقطع ويصير يتفاعل ذهنيا مع المقطع اللي هو بيستخدمه.
خلاص. وكمان زي ما قلنا ننوه في مستويات الصوت اللي إحنا بنستخدمها. طيب أمنح الطلاب فرصة المشاركة من خلال إضافة بعض الاختبارات القصيرة والتعليقات اللي هي الفيديو التفاعلي عشان تتأكدي من فهم الطلاب. الطالب لما يكون لما تربطيه مثلا باختبار أو بتعليق لازم يدرج أو بمعلومة مهمة إنك لازم تشوف بعدين تجي تعلق عليها في الحصة أو في المحاضرة حيركز في محتوى الفيديو أكبر. طيب أحفظ حقوق الناس اللي اشتغلت معاك في الفيديو، أكتب أسماء المؤلفين، أسماء المشاركين مهما كانت مشاركتهم بسيطة في آخر الفيديو. لا تزيد مدة الفيديو من 3 إلى 5 دقائق لأنه بعد 5 دقائق خلاص يبدأ يقل تركيز المتعلم. طيب حافظ على جذب وانتباه المتعلم طوال الفيديو التعليمي. خلي الفيديو الحركات والأصوات والصور طريقة التحدث، الإشارات اللي أنت تحطها، التعليقات اللي أنت تعلقها بصوتك، كل هذه تخلي المتعلم يجذب معك طوال الفيديو التعليمي. آخر نقطة من المعايير العامة، أضغط ملف الفيديو عشان ما يأخذ مساحة كبيرة، لا في الرفع لما ترفع على موقع اليوتيوب ولا في التحميل لما تيجي تبدأ تنزله على أو تيجي تنزله على جهازك. طيب دحين حنتكلم عن مواقع إنتاج الفيلم التعليمي. إحنا عادة ننتج عن طريق إيش؟ غالبا ننتج عن طريق برامج نحملها على الجهاز. في الوقت الحالي أصبحت كثير بدال أنا ما أحمل برنامج على جهازي ومثلا يكون في فايروس لأنه عشان الرقم الخاص بالجهاز أستغرق وقت وكمان يأخذ مساحة في الجهاز، فلا الآن في فكرة إنه في مواقع تنتج فيها فيديو، تنتج فيها عروض تقنية تسهل عليك، بس تحتاج شبكة نت وتسجل في الموقع وتنتج الفيديو حقك وتنشريه مباشرة على اليوتيوب، على الفيسبوك، على أي موقع أنت تبي تنشريه وتحملي كمان نسخة منه على جهازك. طيب أشهر مواقع إنتاج الفيديو التعليمي عندكم موقع وي فيديو وهذا اللي حنشتغل عليه دحينا، وموقع بوتام، وموقع شارب شام، وموقع كيزو، وموقع إينوموتو، وعندنا كمان موقع ماجستو، وموقع فيديو بوكس تول، وموقع ستوري بورد، وموقع موفلي، وموقع إنيميكر. طيب عندك موقع ستوري بورد وموفلي وإنيميكر وبوتام، هذه تنفع في اللي هو إنتاج الرسوم المتحركة وإنتاج الموشن إنفوغرافيك، الناس اللي تحب تشتغل على الموشن إنفوغرافيك. طيب عندنا هذه المواقع اللي ننتج فيها فيديو تعليم، عندنا كمان مواقع خاصة لإنتاج الفيديو التفاعلي اللي تقدري تدرجي فيها أسئلة، تقدري تدرجي فيها تعليقات، تقدري تضيفي فيها معلومات مبسطة إثرائية للطالب. طيب إيديو بازل هذا موقع، بلاي بوست وهابياك، وعندك ثينك لينك وجوجل فريم. عندك موقع ثينك لينك من المواقع الجميلة لأنه تقدر تسوي فيديو تفاعلي تدرجي تحته أسئلة وتحطي معلومات إثرائية وكمان صور تفاعلية، يعني تستخدمي للصور التفاعلية للصور التفاعلية وللفيديوهات التفاعلية. بالنسبة لجوجل اللي هي الاستبانات والاختبارات الإلكترونية، هو يتيح لك إنك تدرجي مقطع فيديو وتحت مقطع الفيديو هذا تقدري تدرجي مجموعة من الأسئلة يجاوب عليها الطالب. طيب عندك كمان هذه المواقع اللي ذكرناها هي مواقع إنتاج الفيديو التعليمي وحنشتغل على موقع بلاي بوست. طيب نتكلم عن مراحل إنتاج الفيديو التعليمي وهي آخر جزئية في الجزء النظري وبعدها حنبدأ بالجزء العملي. عندنا أول مرحلة من مراحل إنتاج الفيديو التعليمي مرحلة التحليل. طيب نشوف مرحلة التحليل إيش تتضمن. أول شيء لما تيجي تبي تنشئ فيديو تعليمي أول حاجة لازم تحددي هدفك وتحددي الفئة المستهدفة. مين الفئة المستهدفة؟ طالبات المرحلة المتوسطة، الصف الأول ولا الصف الثاني ولا الصف الثالث. تحددي الهدف، تحددي المحتوى، إيش المحتوى اللي أنت تبي تشرحيه؟ تبي تشرحي حالات المادة، تبي تشرحي أنواع التعليم الإلكتروني، تبي تشرحي الوسائط المتعددة، تبي تشرحي صفة الصلاة، تبي تشرحي أجزاء النبات، تحددي الموضوع اللي أنت تبغيه. طيب؟ تحددي بشكل عام إيش الاستراتيجيات وطرق العرض اللي حتستخدميها.
الطريق حتشرحي من السهل للصعب، ولا هتستخدمي من الكل للجزء، ولا من الجزء للكل، ولا حيكون بطريقة عرض خطوات؟ هتستخدمي تسجيل للشاشة، هتستخدمي تسجيل الشاشة، ولا هتستخدمي عرض باور باوند وتحوليه الفيديو، ولا هتستخدمي موشن انفوجرافيك، ولا هتستخدمي رسوم متحركة، ولا هتسجلي محاضرة انت بتشرحيها في الفصل الدراسي؟ طيب تحددي كمان أساليب مشاركة التلاميذ، أساليب مشاركة التلاميذ وتقويم الطلبة. كيف هتقوميهم؟ هتعملي لهم أسئلة بعد الاختبار مثلا، بعد عرض الفيديو يجاوبوا عليها. أساليب المشاركة هتعملي لهم، هتفعلي لهم خاصية مثلا التعليقات، أو خاصية اللي هي اللايكات، عشان يعطوا تعليقاتهم وملاحظاتهم على مقطع الفيديو المطروح أمامهم. كمان تحددي عناصر الوسائط المتعددة، الصور، الفيديوهات، الصور، الفيديوهات، الأصوات اللي حتستخدميها هنا، كله بشكل عام. بالإضافة في نقطة نسيت أشرح، اللي هي تحليل المحتوى. بعد ما تحددي الموضوع تبدأي تحللي المحتوى، اللي هو تبي تشرحي مفاهيم، ولا تبي تشرحي خطوات عمل، ولا تبي تشرحي نقاط معينة، ولا تبي تعملي مقارنة. طيب بعد مرحلة التحليل تجيكي مرحلة تانية، اللي هي مرحلة التصميم. هنا تبدأي الشغل، اللي يقولهم الشغل الكتابي. حددتي الأهداف أنت بشكل عام، تبدأي تصيغي صياغة إجرائية، خلاص، أن تطبق الطالبة صفة الوضوء، خلاص، أن تعرف الطالب مفهوم التعلم النقال، أن تميز الطالبة بين أنواع البيول. فأنت تطرحي لها، تبدأ تصيغي الأهداف صياغة يعني كأنك بتحضري، وتبدأ تحددي كمان، تكتبي إيش الاستراتيجيات اللي أنت هتستخدميها. قلنا من البسيط للمركب، من السهل للصعب، خطوات العمل. هتحددي أساليب التقويم، إيش هتحطي، هتستخدمي أسئلة، والله هستخدم هنا في هذه الجزئية هحط سؤال. أساليب المشاركة، أساليب المشاركة هختار تعليقات، ولا هختار استطلاعات رأي، ولا هختار إنه الطالب يحط لايكات بالنسبة لمقطع الفيديو. أبدأ أجمع العناصر اللي أنا بحطها في الفيديو، الصور والأصوات، وإذا كانت لقطات فيديو، وإذا كانت في رسوم متحركة، النصوص. طيب بعد ما سويت هذا كله، كتبت يدوي، أبدأ أكتب السيناريو كامل. السيناريو، الشريحة، اللقط، الشريحة الأولى مثلا، أو اللقطة الأولى في الفيديو إيش حتكون؟ حتكون تعريف التعليم الإلكتروني، حتكون حيكون لون الخلفية مثلا، الخلفية حتكون متحركة، حيكون في صوت مرافق بصوت شخص، اللي هو بصوت شخص اللي هو تعريف التعليم الإلكتروني. ابدأي تفصلي كل الخطوات عمليا على السيناريو. وممكن تستفيدوا في موضوع السيناريو في دورة سابقة نزلت على منصة جامعة على منصة التزامن، اللي هو التعلم الفعال باستخدام الباور باوند. طيب بعد كده ننتقل لمرحلة التطوير. خلاص كتبنا السيناريو، جهزناه، نبدأ ندور عن برنامج من برامج المونتاج، ونبدأ نشتغل عليه. طبعا احنا دحين في دورتنا هذه ما راح نستخدم برنامج، هنستخدم مواقع، هنشتغل عليها ونحضر ونعيد عليها المادة التعليمية. طيب بعد كده خلاص أنتجنا، نبدأ نطبق الفيديو اللي إحنا عملناه، ننشره ونعرضه في الصف الدراسي، أو في المحاضرة، أو في المحاضرة الدراسية. طيب آخر مرحلة عندنا، اللي هي مرحلة التقويم. طبعا التقويم، أنت حتقيم الفيديو تقويم تكويني في كل مراحل الإنتاج. في كل مرحلة حتشوفي شغلك يبغى له تعديل، يبغى له تطوير، تسألي المعلمين الآخرين، تعرض عليهم هذه النقطة أضيفها، ممكن هذه النقطة أحذفها، ممكن تجربي جزئيات معينة تطبقيها على بعض الطلاب. ففي كل مرحلة من مراحل إنتاجك أنت تستشيري وتقيمي الفيديو عشان يخرج في النهاية بصورة مثالية أو بصورة متميزة. طيب بعد كده إذا كان الفيديو يحتاج لتعديلات، تبدأي تطوريه بعد تقييم المعلمين أو الناس المختصين في مجال الاختصاص، المتخصصين مثلا في تقنيات التعليم، المتخصصين في إنتاج الفيديو، يقيموا لك هو. بعد كده خلاص تنشري الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. تمام، هذه مراحل إنتاج الفيديو التعليمي.
طيب وكذا نكون انتهينا من الجزء النظري، اتكلمنا عن تعريف الفيديو التعليمي، اتكلمنا عن تعريف الفيديو التعليمي التفاعلي، اتكلمنا عن معايير عن مميزات الفيديو التعليمي، وتكلمنا عن معايير انتاج الفيديو التعليمي، وعرضنا مواقع لانتاج الفيديو التعليمي ومواقع لانتاج الفيديو التعليمي التفاعلي. واخر حاجه تكلمنا عنها مراحل انتاج الفيديو التعليمي. الان سوف ننتقل الى الجزء العملي. الان حننتقل للجزء العملي، هنسوي شرح مبسط لوي فيديو وموقع بلاي فوسيت في الساعه المتبقيه، واتمنى تكونوا معايا. بالنسبه للموقعين انا عامله دليل عملي هنزل لكم هو في الهاشتاج الخاص بالندوه. طيب نخرج الان من العرض ونروح لصفحة الموقع عشان نشرح اللي هو موقع وفيديو. تمام. طيب في هنا بس هشرح لكم في الدليل في العرض هذا كيف تسجلي في الموقع، بس هشرح لك طريقة التسجيل وبعدين هأدخل مباشرة على الموقع وأطبق عمليا على نفس الموقع. طيب هذا الموقع اسمه ايه؟ هذا الموقع اسمه فيديو. طريقة التسجيل فيه جدا سهلة، أول ما تدخل على الصفحة الرئيسية هتلاقي الجزئية الخاصة بالتسجيل. طيب يقول لك ممكن تسجلي بحسابك في جوجل، وممكن تسجلي بحسابك في الفيسبوك، أو إنه ممكن هنا تستخدمي إيميل ثاني وتسجلي فيه، ومباشرة هتدخلي على الموقع من غير ما تحتاجي يرسل لك رسالة على الإيميل. طيب هذه الصفحة الرئيسية للموقع. طيب دحين خلونا ننتقل للدليل العملي للموقع عشان نشرح عليه. الشاشة واضحة أمامكم، شاشة المشاركة، شاشة المشاركة واضحة أمامكم. طيب نبدأ دحين مع بعض. دخلنا على صفحة الموقع، هذه الصفحة الشخصية الخاصة بيكي. تمام. تبدأي تنشئي فيديو جديد، طيب الموقع فيه جزء متاح مجاني وجزء مدفوع، تمام؟ بس أنت اشتغلي على الجزء المجاني، وإذا حبيت الحساب المدفوع ما هي ممكن لأنه سعره جدا 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 رمزي. طيب الموقع فيه مميزات مرة كتير، أنا هشرح أبسط الأشياء أو الأساسيات اللي يستخدمها أي شخص ينشئ مقطع فيديو. طيب عندك أول حاجة علامة النجمة هنا، عندك أو الأيقونة اللي فيها علامة النجمة، هذه تقريبا مكتبة متكاملة فيها صور ثابتة وصور متحركة ممكن تستخدميها في العرض. طيب نجي الوسائط اللي هي إيش المقصود فيها؟ المقصود فيها الصور والأصوات والفيديوهات اللي أنت تحمليها من جهازك على على نفس الموقع عشان تستخدميها في الفيديو حقك. طيب من هنا السحابة هذه الخضراء هي مخصصة لتحميل الوسائط من الجهد من الجهاز، والدائرة الحمراء مخصصة لتسجيل الفيديو، والمايك مخصص للتسجيل عبره والمايك مخصص للتسجيل عبره للتسجيل الصوتي. طيب احنا هنستخدم اللي هو إدراج الوسائط من فين؟ من الجهاز. لاحظي يا إما يقول لك في له ميزة إنه ممكن
تجيبي الوسائط من جهازك، وممكن تجيبيها من أحد المواقع التالية، ممكن تجيبيها من جوجل درايف، ممكن تجيبيها من بوكس، ممكن تجيبيها من دروب بوكس، ممكن تجيبيها من الانستغرام، من الفيسبوك، عندك مواقع محدد لك هي ممكن تستوردي منها الصور. احنا طبعا حنكون مجهزين الصور وحنستوردها من فين؟ من الجهاز. طيب نشوف عندنا مثلا الصور، تجهزيها. وبعدين تعملي لها إدراج. طيب في المساحة الصغيرة هذه هتلاقي كل الصور بدأت إيش؟ بدأت تدرج. ولاحظي هنا بيتم تحميل الصور، خلاص؟ يعني هتكون كأنها مخزنة على سحابة، بس هذه السحابة أو هذا المستودع موجود فين؟ مو موجود على جهازك وياخذ مكان في جهازك، لا، مخزنة على حسابك في نفس الموقع. طيب هذا الموقع يعتمد على خاصية السحب والإفلات. دحين راح نجرب من ميزات الموقع إنه فيه له طبقات، يعني عندك الفيديو تقدر تسوي أكثر من طبقة، والصوت تقدر تسوي أكثر من طبقة. إيش تفيد هذه الطبقات الصوت؟ مثلا الطبقة الأولى تحطي فيها فيديو، والطبقة الثانية تحطي فيها فيديو ثاني بس تبغي بس خلفية الفيديو الثاني، فيظهر لك الفيديو الأساسي في هذه الجزئية، والخلفية حقت الفيديو اللي أنت تبغيها تظهر لك في الطبقة الثانية. الأصوات تفيدك في إيش مثلا؟ تفيدك في إنه مثلا تبي تعملي تعليقين صوتي وخلفية صوتية، ففي الطبقة الأولى تحطي الصوت، في الطبقة الثانية تحطي اللي هي إيش؟ المؤثرات الصوتية. قضية التحكم بطبقات الصوت هذه، يعني هذه تترك لك، لأنه فيها ناحية إبداعية، أنت كيف تعملي كيف تتحكمي بطبقات الصور والأصوات، ولما أنت حتجربيها حتشوفي قد إيش مميزاتها وفوائدها. الحين خلينا نبدأ بالأساسيات. طيب من هنا تدرجي طبقات، تحددي إذا تبغي طبقة فيديو أو طبقة مثلا أو طبقة صوت. طيب الجزئية هذه عشان ندرج فيها التايم لاين، حندرج فيها الصور، تعتمد على فكرة السحب والإفلات، تمام؟ طبعا غالبا الصور نحطها في الطبقة الأولى. طيب طيب عشان تتحكمي في اللي هي عدد الثواني، نزلي الصورة وبعدين اسحبي عدد الثواني، وحطي جنبها الصورة الثانية وأسحبي عدد الثواني، ونفس الشيء بالنسبة للصورة الثالثة والرابعة. هذه الطريقة الأولى. في طريقة لا، إنك تحددي مثلا تدرجي 4 أو 5 صور مع بعض وتعملي لها إيش؟ سحب، يقوم هو دايركت يطلع لك شاشة يقول لك كم عدد الثواني اللي أنت تبغيها للصور والشرائح الموجودة أمامك، خليها نقول 9، خلاص هتصير كلها كم؟ 9. وهذه أسهل، إنك حددي الصور كلها مع بعض وأدرجيها وحددي الثواني تحديد موحد. طيب بعد ما حددنا بعد ما أدرجنا الصور، أدرجنا الآن الصور، نجي نجرب اللي هي الأيقونة الثانية. عادي أنت ممكن تدرجي أصوات من جهازك، ممكن تدرجي مقاطع فيديو من جهازك في نفس هذا التبويب، تبويب اللي هو الوسائط المتعددة. طيب نجرب ندرج، نستخدم التبويب الثاني اللي هو بيتكلم عن اللي هو إدراج النصوص. عندك مجموعة واسعة من أشكال النصوص، هنا عندك أشكال، وهنا عندك مجموعة، وهنا عندك مجموعة، وهنا عندك كمان وسائل شرح. وسائل الشرح هذه حلوة لما تبي تشرحي خطوات عمل معين تستخدميها. طيب إحنا حنجرب النص العادي، حناخد هذا عشانه بسيط برضو بخاصية السحب والإفلات. نزل النص، طب كيف أكتب؟ كيف أتحكم في إعدادات النص؟ أضغط على نفس النص، هينفتح لي تبويب أو نافذة فيها تبويبين، تبويب خاص لكتابة النص وتبويب خاص إذا كنت أبغى أعمل حركات للنص. طيب نبدأ بكتابة النص،
مثلا التعليم الإلكتروني. طيب هنا تتحكمي بالألوان اللي هي التنسيقات اللي موجودة في الأجهزة في برامج الوورد والباوربوينت. طيب المحاذاة مثلا أبغى في الوسط، أبغى مايل زي ما أحب. طيب نيجي هنا تسوي له حركة الدخول والخروج. لاحظي هي ممكن تستخدمي المؤشر هذا، بس هذا صعب علينا. في طريقة تانية أسهل، إنك نفس أول شيء ستارت تضغطي عليها حركة الدخول وتعملي تحريك، أنت تحركي نفس النص على نفس الشاشة، خلاص هي حركة الدخول، هيصير دخول النص من هنا. هنا إنت لو تضغطي حركة الخروج هتكون حركة الخروج مثلا من هنا، تمام؟ وممكن تخليه يعني ممكن تخليه ثابت، ما تعملي له حركة. طيب بعدين تضغطي موافق، في أحد عنده استفسارات؟ النصوص من هنا، الأيقونة الأولى، التبويب الأول، وسائط الإعلام، التبويب الثاني اللي فيه له حرف الـ A هذا مخصص اللي هو للنصوص. الصوت واضح؟ من هنا الجزء المخصص للنصوص، وعندك هنا مجموعة أشكال لاستخدام النصوص. هنا أشكال للنصوص، وهنا أشكال بسيطة، وهنا اللي هي وسائط الشرح. طيب نجي للتبويب الثالث اللي هي الموسيقى أو الأصوات أو المؤثرات. حاطط لك مكتبة واسعة من المؤثرات الصوتية اللي والموسيقية اللي أنت ممكن تستخدميها، أصوات حيوانات، أصوات أشخاص، عندك مجموعة واسعة، أنت تسمعي الصوت وتجربي. استخدمتي هذا الصوت، هذا الصوت طويل معلش بنقصه. طيب أدرجنا كده مقطع صوتي، وممكن أنت تدرجي مقطع صوتي من جهازك. إذا حبيتي تدرجي مقطع صوتي من جهازك، ما تدرجيه من هذا الجزء الخاص بالأصوات، لا، تدرجيه من الوسائط المتعددة، من العلامة اللي عليها السحابة، من علامة السحابة، تمام؟ الأصوات هنا فقط الأصوات اللي موجودة في مكتبة الموقع. طيب لو حبيتي كمان عندك التبويب الرابع، لو حبيتي تدرجي اللي هي الانتقالات بين الصور. طيب عندك هنا مجموعة انتقالات، تختاري واحد من الانتقالات وتدرجي، مجرد انك تسحبيه وتحطيه بين الصور. طيب عندك كمان انه ممكن تتحكمي في مدة الانتقالات، كيف تتحكمي؟ تيجي عند نفس الانتقال هنا وتضغطي ضغطة كده بالفارة وتطلع لك المدة اللي انت تبغيها لإيش؟ المدة اللي تبغيها للانتقال، مثلا ثانية، ممكن ثانيتين أنا أبغاها، وممكن كمان تغيري الحركات من هنا، تمام؟ لاحظي هنا المدة الانتقال أصبحت طويلة شوية لأنه إحنا مددنا عدد الثواني. طيب بعد ما عملنا الانتقالات عندك التبويب الخامس، وهو يمكن أشياء الإضافات الجميلة اللي هي الخلفيات المتحركة. طيب نسحب مجموعة، هو حاطط لك مكتبة من الخلفيات المتحركة، ناخذ واحدة من الخلفيات مثلا، ناخذ هذه الخلفية. هذه خلفية متحركة، طيب هذه مثلا ممكن تدرجي عليها مثلا النص اللي هنا، ممكن تسحبيه وتخليه هنا، فيظهر النص على نفس ايش؟ على نفس الخلفية. طيب هذه التبويبات الخمسة اللي هي أول شيء قلنا صور، مكتبة صور، وسائط جاهزة، عندك هنا إنك تدرجي صور وملفات، تدرجي نصوص، تدرجي صوتيات، تدرجي انتقالات، تدرجي خلفيات متحركة. طيب في من بالنسبة من الإضافات الجميلة في الموقع اللي هو إحنا ذكرنا قضية الظهور والتلاشي، تمام؟
إنه تتحكمي في نسبة الظهور وفي نسبة التلاشي، سواء كان في الفيديو أو في الصوت. طيب عندك الفيديو، عندنا الصوت هنا، نبغى الدخول، الصوت مرة مرتفع، خلاص ممكن عموما تتحكم بصوت الفيديو إنه تخليه على درجة معينة من الصوت، شايفة؟ يقوم ينخفض، وممكن تخليه عالي. إحنا إيش اللي نبغى اللي بنعمله؟ اللي هو نبدأ بصوت منخفض وننتهي بصوت منخفض. أحدد، لاحظي، أجي على نفس الصوت وأعمل تحديد يصير لونه برتقالي، ألاحظ في خط أزرق وفي نقطة في البداية ونقطة في النهاية. طيب أمسك النقطة هذه اللي في النهاية وأنزلها على إيش؟ على التحت. طيب معقولة أنا أبغى الصوت بهذا الشكل؟ لا، إيش أسوي؟ أضغط الجزئية اللي أبغى أرفعها، أعمل عندها نقطة، بس بمجرد ما أضغط بالفارة تظهر لي نقطة. طيب أخلي مثلا النقطة هنا، وأحدد نسبة الصوت أبغاها كم؟ 66%. وممكن كمان تنشئ نقطة تانية هنا، هنا تبغى الصوت 45%، تمام؟ فلاحظي الصوت حيبدأ بشكل تدريجي. نفس الشيء تيجي فين؟ في النهاية، تنزلي النهاية وبعدين تيجي بمسافة تحددي نقطة وترفعي. طيب احنا نبغى في هذه الجزئية يكون الصوت عالي، في هذه الجزئية يكون مرتفع، بس بمجرد انك تستخدمي اللي هو بالنقر وتتحدد عندك نقطة، كده عملنا اللي هو صوت منخفض وصوت مرتفع. حيبدأ بصوت منخفض وبعدين شوية شوية يرتفع، ونفس الشيء لما تيجي في نهاية الفيديو حيبدأ بصوت منخفض، حيبدأ ينخفض بصوت حيبدأ ينخفض الصوت إلى أن ينتهي مقطع الفيديو. هذه بالنسبة لإيش؟ للتلاشي. هذه بالنسبة للتلاشي في نفس الظهور والتلاشي في الصوتيات. طيب عندك كمان من الأشياء الإضافات في نفس الموقع اللي هو القص. طيب القص يبغى له مقطع فيديو، ما عندي مقطع فيديو، طيب هجرب على مقطع صوت، أحدد الجزء اللي أنا أبغى أقصه، تمام؟ وهنا أجي أضغط في المقص، تمام؟ هذا إذا كنت بقطع من أول الفيديو. الجزء اللي ما أبغاه أعمل له عملية إيش؟ أعمل له عملية حذف. طيب لو كنت بدي أقص من آخر المقطع، أمشي المؤشر لين الجزئية، أبغى من هنا أقص، أستخدم المقص، قصيت الجزئية اللي في الأخير، خلاص هذه أنا ما أبغاها. طيب لو كنت بدي أقص من النص، برضو أمشي بالمؤشر، أستخدم المؤشر وأستخدم المقص، أبغى من هذه الجزئية إلى هذه الجزئية، أبغى كمان أقص في هذه الجزئية. طيب الجزئية هذه اللي في النص قصيتها بالمؤشر، هي اللي ما إيش؟ اللي ما أبغاها، خلاص. وأدمج ألصق الثلاث الأصوات في بعض. طيب هذه بالنسبة لإيش؟ لقص اللي هو لقص الصوت أو قص مقطع الفيديو. طيب لو حبيتي تعملي صوت خلفية لصوت، كيف حتعملي؟ قلنا حندرج طبقة من هنا، نعمل أديت نيو فيديو أو أوديو، طبعا إحنا جربناها وعملنا أضفنا إيش؟ أضفنا طبقة. طيب حنتخلص معلش من هذا الصوت المقصوص، وحندرج صوتين، يعني حنخلي صوت عالي وصوت واطي. نيجي هنا معلش نرجع اللي هو أيقونة الصوتيات، وندرج هذا الصوت، هذا الصوت طويل نقصه، هذا عندنا الصوت الأساسي.
نبغى نحط وراء خلفية. كيف نعمل خلفية؟ نبغى ناخذ مثلا تأثير، ناخذ اللي هو مثلا طقس. طيب الصوت العالي اللي هو الأساسي في الطبقة الأولى يتحكم من هنا بمستوى الصوت، نخفضه ونرفعه. هذا الصوت حنخليه زي ما هو، تمام؟ صوته مرتفع. طيب نيجي للصوت الثاني، الصوت الثاني هو اللي نبغاه يكون إيش؟ نبغاه يكون منخفض، بس إنه إحنا نعمل إيش؟ تخفيض ليه؟ للصوت، حتى هذا الصوت عالي مرة ممكن نخفضه بس عشان تسمعوا صوت ال صوت الخلفية. طيب نجرب. طبعا انت لو خفضتي من هنا خلاص، اذا انت الصوت الاساسي تخليه زي ما هو أو ممكن تخفض شوي، الخلفية تخفض الصوت من فين؟ من هنا ل 25 ل 15 2 إلين ليش؟ إلين تحسي كده إنه أصبح شبه إيش؟ شبه مختفي، تمام؟ طيب خلصنا من الأصوات. في الفيديوهات اللي ندرجها أو الصور اللي ندرجها في عليها إعدادات ممكن أنت تضيفيها. ناخذ واحدة من الصور، مثلا الصور اللي هنا ممكن صورة أو ممكن حتى مقطع فيديو، بس تطبقي هذه الإعدادات تطبق على الصور وعلى مقاطع الفيديو. طيب شوفي معايا مثلا، بس مجرد نقر على الفيديو، شوفي تنقر على نفس الصورة، بمجرد ما تنقر على نفس الصورة تظهر لك إعدادات شبيهة بإعدادات النص، إنه أنت ممكن تحطي دخول للصورة وخروج للصورة، أو ممكن ما تعملي لها حركة، خلاص تكتفي بالانتقالات، تمام؟ زي ما أنت تحبي. طيب إذا حبيت تضيفي لها حركة دخول، تبغيها من هنا، تبغيها من هنا، ممكن تصغري حجمها، تخلي الدخول مثلا من هنا. نجي للخروج، الخروج تبغيها كبيرة ما تبغيها صغيرة، تبغيها بهذا الحجم مثلا، يقول تبغيها كده خلاص. هذه تنفع في كإشارة في إبراز النقاط المهمة، يعني مثلا تعريف مهم ممكن تعملي فوكس على الصورة بنفس هذه الطريقة اللي هي البداية والنهاية. طيب خلاص نضغط موافق، شوفي الحركة، الصوت أنا هحذفه لأنه مزعج شوية. شوفي الحركة كيف، شايفة؟ طيب ناخذ الإعداد الثاني بالنسبة للصورة اللي هي هذه، إعدادات الألوان، السطوع، الخلفية، درجات اللون، وضوحها باهتة، يعني اللي هي تنسيقات الألوان. طيب هنا اللي هو تدوير الشاشة، تدوير الصورة، هذه إذا إعدادات أنت تحبي تسويها، تمام؟ طيب وبعدين تضغطي موافق. طيب هذه بالنسبة قلنا الإعدادات ممكن تطبقيها على صورة وممكن تطبقيها على مقطع إيش؟ ممكن تطبقيها على مقطع فيديو. طيب عندنا لو جينا عند كل صورة أو عند كل فيديو هنلاقي، لما تيجي عند أي صورة أو عند أي فيديو هتلاقي مجموعة من الإعدادات. في أحد عنده استفسار؟ الموقع ما تنزل منه نسخة على الجهاز، الموقع شغلك كله على الموقع، بعد ما تنتهي تحملي نسخة منه على الجهاز، هذا اللي تحلك هو. في منه تطبيق متوفر على الجوال ممكن تشتغل عليه، بس التطبيق ما فيه له الميزات اللي يقدمها الموقع، يعني ميزات بسيطة، إنتاج فيديو عادي، مجرد تجميع صور وتدرج تحتها صور،
طيب لو تجي تضغط عند أي فيديو أو عند أي صوت تلاقي هذه الأيقونة اللي خطوط. تظهر لك أربعة أيقونات صغيرة، نشوف نضغطها وكل واحدة إيش فيها. طيب هذه الأيقونة الأولى اللي هي رجعتنا لفين؟ للإعدادات حق التدوير الشاشة وقلب الشاشة أو قلب معلش الصورة، تمام؟ طيب الأيقونة الثانية يعني عندك طريقتين، يا تضغطي على الصورة يا إيه؟ يا تستخدمي يا تضغطي على الصورة تظهر لك الإعدادات، يا تجي عند هذه الأيقونة اللي هي أيقونة الخطوط وتظهر لك مجموعة الإعدادات. هنا اللي هو تعملي ظهور وتلاشي للفيديو، لاحظي تعملي ظهور وتلاشي ممكن للفيديو، بس هذه أفضل تطبقيها ظهور وتلاشي للصورة، وممكن ظهور وتلاشي للفيديو، بس هي أفضل في الفيديو إنك تعملي له ظهور، زي ما تعملي ظهور وتلاشي للصورة معلش للصوت في أول الفيديو وفي آخره، نفس الشيء تقدري تعملي ظهور وتلاشي للصورة أو الفيديو في أول وآخر الفيديو. هذه الطريقة مفيدة فين؟ مفيدة في حالتين، يا إما إذا كنت تبي تعملي تلاشي وظهور لنفس الصور في أول الفيديو وفي آخر الفيديو، وكمان إذا كنت مدرجة مثلا مقطعين فيديو، مقطع انتهى ومقطع بدأ، تمام؟ حاطة في الجزئية هنا الأولى هذا مقطع وهنا مدرجة مقطع تاني، فحيتداخل الاثنين على بعض، تمام؟ فعشان تحلي هذه المشكلة تعملي ظهور في أول مقطع الفيديو وتلاشي في آخره، وتعملي في المقطع الثاني كمان ظهور وتلاشي، فيصير ما يصير في انقطاع للتعلم أو انقطاع للانتباه في نفس هذه النقطة. طيب نجرب نعملها، نبغى الظهور في الدقيقة، ظهور في الدقيقة في الثانية 4. طيب خلاص نبغى هنا بس نسوي ظهور، تمام؟ وهنا حيكون التلاشي مثلا، يعني انت ممكن تعملي تلاشي نفس الظهور وتلاشي نفس الصورة، بس احنا قلنا الافضل ان يكون الظهور في اول الفيديو والظهور في اخر الفيديو. ايوه ايش منقطع الاتصال؟ ارجع ادخل مره ثانيه ولا كيف؟ طيب طيب يمكن هذه النقطة نرجع نعيدها. أنت ممكن تعملي ظهور وتلاشي قلنا للصورة نفسها، يعني تعملي ظهور وتلاشي نفس الصورة، وممكن تعملي ظهور وتلاشي في أول الفيديو، ظهور في أول الفيديو وتلاشي في آخر الفيديو، تمام؟ وقلنا هذه الطريقة مفيدة لما تكوني مدرجة مقطعين فيديو، مقطع فيديو في الأول ومقطع فيديو ثاني.
طيب فلو انتقل الطالب من الفيديو الأول للفيديو الثاني حيكون الانتقال فجأة، فيصير في انقطاع في الانتباه. فلما تيجي تعملي للفيديو الأول ظهور وتلاشي في الأخير خلاص، وبعدين تيجي الفيديو الثاني كمان تعملي له ظهور وتلاشي بشويش، حيصير في اللي هو مو دخول مفاجئ، دخول تدريجي يهيئ الطالب إن هو ينتقل لمقطع الفيديو الثاني اللي أنت أدرجتيه في الفيديو الأساسي. تمام؟ طيب ما أدري إذا ظهرت هذه أمامكم ولا لا، أرجع أعيدها. نضغط على نفس الصورة أو على نفس مقطع الفيديو، نختار الأيقونة الثانية اللي هي كأنها مسمار. طيب نحدد بداية الدخول، أنا أبغاها يكون الظهور مثلاً خليها في 5. طيب نيجي هنا، خلي التلاشي يكون هنا. نيجي هنا نعمل out، يكون في الدقيقة. هنا وصلنا كم؟ شيء لحظة أحذف الصوت. انتبهي لحركة الظهور في أول الفيديو كيف كان ظهوره بشويش، شوفي شايفة هذه الحركات كلها تثير التعلم وتجذب انتباه المتعلم وتهيئه إنه هو يستعد للمحتوى اللي أنت حتحطي له هو في مقطع الفيديو. تمام. طيب نيجي في الأخير، خليني أمشي لين هنا عشان تشوفي التلاشي كيف في آخر الفيديو. هي هذه الصورة شايفين؟ هذه فكرة الظهور والتلاشي برضو في مقاطع الفيديو. طيب نيجي نضغط على الصورة مرة تانية ونشوف الاختيار الثالث. هذه تأثيرات تضيفيها على الصور، شايفة؟ ممكن تضيفيها على الصور. لحظة، تحددي إذا تبغى شريحة واحدة أو كل الشرايح. أنا أبغى شريحة واحدة بس، هنضغط على هذه الشريحة مثلا. طيب لاحظي الصورة صارت مشوشة غير واضحة. تمام، أهي هذا التأثير ضفناه على نفس. خليني أسوي لكم هي على تأثير في النص، على صورة في الوسط. معلش حددي واحد تأثير بس. شايفة الصورة صارت إيش؟ صارت مشوشة غير واضحة. طيب عندنا نشوف الخيار الرابع اللي هو إذا حبيتي تمسحي الصورة أو حبيتي تمسحي التأثير. طيب كده شرحنا الإعدادات اللي ممكن تكون على الصور والإعدادات اللي ممكن تكون على الفيديو. طيب حوريكم دحين اللي هو كيف تنشري مقطع كيف تنشري مقطع فيديو. طيب معلش هنا عندك الثيمات، عندك هنا مجموعة تطبيقات للفيديو يعني خلاص جاهزة تعملي عليها عرضك كامل، لا تحطي انتقالات ولا شيء، والنصوص مخصصة للنصوص وأجزاء مخصصة للصور، تيم كامل ممكن أنت
تستخدمي، بس ما يحبذ انك تستخدمي لاني انت معلمه وحتقيدك في ايش، وتقيدك في عملك. طيب نبغى نجرب نعمل تصدير دحين للفيديو. طيب نضغط على، عشان اللي ما شافه نرجع نضغط على فينيش. في احد عنده استفسار او شيء؟ طيب اذا عملت فينيش اضغطي على فينيش، بعدين سوي سمي الفيديو، بعدين حددي حجم الفيديو. 480 هذه مجانية. إذا تبغي مساحات أكبر هتضطري اللي هو تدفعي بمبلغ مدفوع، وترى سعره مرة رمزي ولا يكاد يذكر. طيب هنختار الامتداد المتاح لنا. طيب بعدين ممكن تختار الامتداد تسوي فينش ويبدأ يحفظه خلاص، وممكن خلاص تعملي له تصدير على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن تصدريه على اليوتيوب أو على البيم. خلينا الحين نجرب الطريقة الأولى اللي هي الحين بيبدأ المعالجة، بيبدأ يحمل الفيديو. هو عموما في النسخة المجانية يعطيك 5 دقائق، إن مقطع الفيديو تكون مساحته 5 دقائق. طيب يمكن حياخد وقت، أوريكم أنا في العرض كيف حيكون الشكل النهائي للفيديو لما شايفين بدأت عملية التحميل. طيب شوفي إيه لما تنتهي عملية التحميل خلاص حاطط لك إنه ممكن تحملي نسخة منه على الجهاز، والشيء الثاني حاطط لك رابط الفيديو على نفس الموقع وي فيديو. طيب وحاطط لك إنه ممكن تشارك الموقع على فيسبوك أو تويتر. طيب نجرب نسوي خلاص أهو انتهى الفيديو، تقدري تحملي هاي النسخة على جهازك، ينزل تقدري تحمل نسخة على جهازك، تقدري تعملي له تقدري تعملي له مشاركة عن طريق الفيسبوك أو تويتر. خلاص طيب حوريكم طريقة التصدير كيف لما تصدري على اليوتيوب أو الفيس. ترى الاشتراك مرة بسيط ما يتعدى حتى $6، فيعني لو اشتركتي سهل عليك وتروح عنك العلامة، تروح منك العلامة المجانية، العلامة المائية. طيب ترى هذه إمكانيات بسيطة في الموقع، فيه الإمكانيات جدا عالية، جدا جدا عالية، بس يعني أجلس عليه و يعني خصوصا طبقات الصوت والفيديو يبغى لها دورة لوحدها. طيب أوريكم التصدير كيف يكون، بس حسوي لكم مشاركة على نفس الباوربوينت لأنه يطلب تسجيل دخول على حسابك في اليوتيوب. لحظة خلوكم معايا دقايق بس أعمل مشاركة. ظهرت الشاشة أمامكم ولا لا؟ الشاشة ظهرت؟ الشاشة ظاهرة؟ طيب تمام. طيب لما تيجي تعملي تصدير لأي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي خلاص تختاري الامتداد، بعدين تضغطي على أحد هذه المواقع اللي تبي تصدري عليها. والميزة اللي فيه إنه خلاص لو اخترتي موقع تصدري عليه بعد كده أي موقع تعمليه حيصدر لك هو دايركت على الموقع على اليوتيوب، أو على مثلا أنت اخترتي اليوتيوب خلاص، فحيعمل لك أي موقع تحملي أي موقع تيجي تحفظيه يعمل لك عليه تصدير مباشرة على موقع إيش، على موقع اليوتيوب. طيب شوف الخطوة الثانية، طبعا هذه دائما تجينا إنه يطلب الإذن للدخول للموقع،
طبعاً تعطي له سماح، بعد كده هو ياخد يعني فترة عبال ما يصدره، وتلاقيه نزل دايركت فين؟ في قناتك اللي على اليوتيوب. واللي حلو إنه ينزل لك رابط الفيديو على قناتك، وينزل لك تحته رابط الفيديو على نفس موقع وفيديو. وعندك مواقع كثيرة ممكن تعملي من خلالها مشاركة. ظهر العرض، العرض ظهر. أيوة لازم يكون لك قناة خاصة. سهل إنشاء قناة على اليوتيوب، تحتاج بس يكون عندك حساب في الجيميل. أغلب المواقع عشان تستفيدي منها والتطبيقات إنه يكون عندك حساب على الجيميل، وتدخلي بسهولة على معظم المواقع. هذا موقع وي فيديو جميل، وفي موقع تاني اسمه إليموتو كمان سهل، كمان سهل الاستخدام. طيب دحين عشان الوقت بس يسعفنا، حنعمل شرح، هذا شرح مبسط لاستخدام موقع ويفيديو، وإن شاء الله في الدليل العملي اللي حنزل لكم هو في الهاشتاج، في الهاشتاج الخاص بالندوة، حنزل لكم شرح عملي لمعظم الأشياء اللي في نفس الموقع ويفيديو. طيب دحين نبغى نشوف بس بشكل سريع كيف ممكن تعملي تنشئي فيديو تفاعلي. هنجرب على بلاي بوست. طيب أنا دخلني عشان أسجل في الموقع. طيب هو طريقة التسجيل فيه عموماً حتكون زي التسجيل في موقع وي فيديو. ممكن تدخلي بحسابك حق الجيميل، وممكن تدخلي بحسابك حق ممكن تدخلي بحسابك حق الفيسبوك، وممكن تدخلي بإيميلك. تمام؟ طيب ولما تيجي تسجلي يقول لك تبغي تسجلي كطالب ولا كمعلم. فطبعاً أنت حتختاري كإيه؟ كمعلم، لأنه الطالب لما حيسجل ما راح يظهر له إلا الفيديوهات اللي أنت نزلتي له هي، ويعمل ويش ويعلق على نفس الفيديوهات، أو يجاوب على الأسئلة اللي أنت طرحتي له هي. طيب أول حاجة عندنا هذه الصفحة الخاصة فيك كمعلمة، لما يجي ينفتح عندك نيو. أول شيء قبل ما تبدأي تنزلي مادة تعليمية، خلاص أول شيء أنشئي فصل، لأنه الطالب حيدخل عن طريق اللي هو عن طريق الفصل. تمام؟ فمثلا أول شيء أبدأ بإنشاء فصول، مثلا شعبة ألف، شعبة باء، شعبة جيم، تربية خاصة، تربية فنية، تربية ربية، حسب التخصص. أنشأنا الفصل، سمي الفصل مثلا، نقول شعبة ثالث، شعبة ثالث متوسط ألف. طيب اختاري لون الفولدر الخاص بنفس الفصل، قول أخضر. طيب وأنشئي الفصل. شوفي عندي هنا كلاسز، شايفة كم فصل عندي؟ فصل كامل متوسط، وأنا أنشأت فصلين، تربية خاصة وتربية فنية. طيب حنجرب دحين ندرج فيديو، حنجرب دحين اللي هو إيش، ننشئ فيديو وبعدين نعمل عليه أسئلة تفاعلية. أنا هشرح لك واحد نموذج
هشرح لك واحد نموذج من نماذج الأسئلة. الفرق بينه وبين فصول جوجل، لا فصول جوجل، فصول جوجل بس فصول جوجل غير افتراضية، يعني مساحة إنك أنت تتشاركي مع طالباتك تشبه المنتدى، إنك تنزلي موضوعات، ينزلوا هم موضوعات، ترسلي لهم سؤال، ترفقي لهم ملفات يحملوها، تنزلي لهم إعلان، تنزلي لهم مشاركة. لكن هنا لا، أنت بتحطي له مقطع فيديو، هذه بس مقاطع الفيديو، هذا بس مقاطع الفيديو، إنه مقطع فيديو تبي تستخدميه في المحاضرة، تدرجيه هنا وتحطي على نفس المقطع، والمقطع بيتحرك، تحطي في نفس الجزيئات، في نفس المحتوى جزيئات، يحط عليها أسئلة، يحلها وتطلع له الدرجة، تمام؟ يعني يطلع له التقويم، وممكن يعلق على نفس المقطع حسب أنت، ما أنت محددة نوع السؤال، أنا هشرح لك على نوع واحد. طيب خلاص أنشأنا دحين إحنا إيش؟ أنشأنا فصول. نيجي دحين نجرب ننشئ فصل، معلش ننشئ مقطع فيديو. طيب هنا حيقول لك حددي مقطع إيش؟ حددي مقطع فيديو. طيب نحتاج نجيب رابط لموقع، نجرب نكتب عن التعليم، نجيب التعليم الإلكتروني المتزامن، ناخذ مثلا هذا المقطع. أنسخ الرابط من اليوتيوب، نسخ، وأجي على مقطع، أجي هنا أنسخ رابط الفيديو. إيش اللي صار؟ نزل مقطع الفيديو على طول. طيب خلاص، سمي الفيديو، معلش حذفت الرابط. أعدد، إيش اللي صار عندي؟ نزل الفيديو. طيب شوفي أهو، أهو الفيديو ظاهر أمامي. طيب هذا شريط الفيديو. ثين أنا أبغى أحدد السؤال، أبغى السؤال هنا، طبعا أنا حكون سامع مقطع الفيديو، مثلا بعد التعريف، بعد التعريف ححط سؤال، بعد الأمثلة ححط سؤال، بعد نقاط التعداد ححط سؤال، أحدد أنا إيش أبغى. طب فين أنا أدرج الأسئلة؟ أضغط على أيقونة التطبيقات البرتقالي، هنا عندك ثلاثة خيارات، تمسح الفيديو، تقصي من الفيديو، تضيفي سؤال. إحنا إيش حنسوي؟ حنضيف سؤال. طيب هنا عندك أنواع متعددة من أنواع الأسئلة. طيب إحنا إيش حنجرب؟ حنجرب الاختيار من متعدد. اللي عنده مشكلة في اللغة عادي تعمل ترجمة جوجل، بس لازم تكون على متصفح جوجل كروم عشان يعمل لها ترجمة. طيب نقول مثلا عرفي، نقول التعليم الإلكتروني المتزامن هو، المتزامن هو، ومن هنا أبدأ أضيف الإجابات. نقول مثلا هو التقاء المعلم، التقاء المعلم الطالب في نفس الوقت، تمام؟ أجي هنا التقاء المعلم والطالب في أوقات مختلفة. طيب كتبت السؤال، أجي هنا أية فيهم الإجابة الصح؟ نقول هذه، تمام خلاص هذه الإجابة الصح وهذه الإجابة الغلط، أحفظها.
طيب شايفين هنا أمشي فين السؤال، فين أبغى، فين أبغى السؤال. شوفوا لاحظوا يصير عندكم باللون الموف، تجي تسحبه يكون هنا في هذه الجزئية. خلاص هذا السؤال الأول، نجرب عشان نحط سؤالين. طيب خلاص سوينا له، سوينا له edit question. أبغى أضيف سؤال ثاني، برضو نحط اختيار المتعدد، نحط مثلا مميزات أمثلة، أمثلة على التعليم الإلكتروني المتزامن. طيب أضيف البريد الإلكتروني، طيب هنا مؤتمرات، مؤتمرات الفيديو. أي إجابة صح نحط قدامها علامة صح ونعمل سيف. طيب لحظة ثانية، المفروض تطلع النقطة هنا. طيب هنا، هنا النقطة الأولى، هنا السؤال الأول وهنا السؤال الثاني، هي طلعت النقطتين فوق بعض. طيب خلاص عملنا سيف، بعد كده نيجي هنا بعد ما عملنا الأسئلة نيجي نعمل سيف نحفظ. طيب خلاص عملنا له سيف، انتوا معايا واضح؟ في استفسار؟ ايوه في تنوع للأسئلة. طيب 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 هنا الفيديو نجي نعمل، نجي نعمل له مشاركة وإرسال لمين؟ للطلاب. طيب نحدد أي صف من الصفوف نبغى هذا الفيديو، هنحطه مع الصف ثالث متوسط. بلاش هذا الفيديو لأنه هذا الفيديو استخدمته، أرجع للفيديو الأساسي. طيب هذا الفيديو هنختار له هذه الشعبة، هنعمل سيف. تمام. طيب المفروض انه يطلع التقييم. ايه تضغطي هنا وتحددي متى اخر موعد ظهور الفيديو. اليوم مثلا انت ادرجتي اخر يوم انهم يعلقوا على الفيديو ويجاوبوا عليه حيكون كم؟ حيكون يوم مثلا يوم 12. خلاص بعد يوم 12 ما يقدر الطالب يجاوب على ايش؟ ما يقدر يجاوب على السؤال. خلاص كده حطيتي التاريخ وعملتي، وعملتي سيف. تمام. طيب دحين خلاص انت جهزتي، دحين حنجرب، جهزتي خلاص الفيديو وحطيتي عليه الأسئلة، دحين نجرب نعمل له إيش؟ دحين نجرب نعمل له ندخل كطالب، يعني أدخل بحساب تاني كطالب عشان أوريكي كيف السؤال يظهر. طيب
تضغط على student عشان إيش تضيف الطلاب، أو على الأقل تاخذي الرابط عشان هذا الرابط ترسليه لمين؟ ترسليه تاخذي الكود عشان تقدري ترسليه للطلاب. المفروض إن هنا يظهر كود، أيوه شايفين؟ تاخذي الكود اللي هنا أو تاخذي الرابط خلاص وترسليه للطلاب عشان يقدروا يدخلوا من خلال هذا الكود أو من خلال هذا الرابط. يدخلوا على فين؟ يدخلوا على الموقع. من فين نجيب الكود؟ يروح عند student، تمام؟ خلاص نضغط على student ونضغط إضافة طالب. طيب تاخدي الكود حق الفصل أو تاخدي الرابط حق الفصل. إحنا حناخد مثلا الكود نسخ. طيب نجرب ندخل، معلش حدخل من متصفح ثاني كطالب عشان بس أوريكم كيف عملية المشاركة. أو ممكن أخرج من حسابي عشان لا نخربط. أدخل بحساب تاني. يعطيله إذن عشان يقدر يدخل. Edit class، تحط الكود. أهو طلع لي كارت متوسط، أعملي له إضافة خلاص. تمام، يدخل مثلا الطالب هنا على شعبته. هنا حتنزل كل مقاطع الفيديو اللي انت حتدرجيها اللي انت حررتيها. تدخلي على الفيديو، هيظهر الفيديو وامامه الاسئله ويبدا يجاوب ايش؟ ويبدا يجاوب على الاسئله. هيتفرج على المقطع، شوف ايش حيصير. شايفة؟ وقف وقف وعلى طول نزل له ايش؟ نزل له الأسئلة. أنا عشان حليت الأسئلة من أول. طيب دحين يجي لي السؤال الثاني، شايفه؟ ويبدا يجاوب. انا بس عشان جربتها قبل شويه فسجل اجاباتي خلاص. وكده يكون ايش؟ يكون قدر يجاوب على الاسئله، تمام؟ يجاوب على الاسئله. فجربنا كمعلم وجربنا كايش؟ كطالب. كيف يكون؟ ترى الموقع مرة جميل ومرة مميز، بس يبغاله في مقاطع فيديو ممكن تساعدكم أرسل لكم هي أنا في نفس الهاشتاج تستفيدوا منها في شرح. وهذا الموقع ترى كان اسمه إيديو كانون، والآن تغيرت تسميته وصار بلاي بوست. فأغلب الشروح هتلاقوها على الموقع القديم اللي هو إيديو كانون. يمكن مقطع أو مقطعين هي اللي هتلاقوها على الموقع الجديد إن شاء الله، هرسل لكم هي في نفس الهاشتاج. في آخر الدورة التدريبية أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا، أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذه الدورة التدريبية.
وأقدم شكر خاص لجمعية جسم إنها سمحت لنا بإننا نقدم مجموعة من الدورات التدريبية، وكمان شكر خاص لجامعة الملك خالد، وشكر كمان لكل الحاضرين اللي شاركونا وتفاعلوا معانا في هذه الدورة التدريبية. طيب دقائق بس أعمل لكم مشاركة على أرسل لكم الرابط عشان رابط الهاشتاج عشان تشاركوا فيه. ثواني بس أنسخ الرابط وألصقه. وأتمنى تنزل مشاركاتكم إذا عملتوا فيديوهات باستخدام موقع وي فيديو، أو عملتوا أدلة تفاعلية باستخدام وي فيديو، يا ريت كمان تفصلونا لنا. هذا عنوان رابط الهاشتاج إنتاج فيديو إنتاج فيديو التعليمي ومشاركته إنتاج. طيب ظاهر دقيقة أرجع أنسخ. استنى أجرب مرة ثانية. طيب الآن ظاهر في الدردشة. طب أنا ماني عارفة إيش المشكلة، بس ممكن أها دحين. طيب
طيب إنتاج، إنتاج إنتاج الفيديو. هو عموما لو دخلتوا على صفحتي في تويتر حتلاقوا التغريدة والهاشتاج. إنتاج الفيديو تعليمي ومشاركة. إذا ما ظهر عندك تقدر تدخل على حسابي وتشاركي. هذا هاشتاج الندوة، إنتاج الفيلم التعليمي ومشاركة. للتواصل على 323 @gmail.com، حسابي في تويتر أستاذة آلاء الجريسي، آلاء تو الجريسي. وأتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتم من هذه الدورة، وإن شاء الله حنزل لكم باور باونت كامل يشرح لكم خطوات وفيديو، وحتى نقاط التفصيل اللي ما قدرت أشرح لكم هي في حتلاقوها موجودة في العرض التقديمي. جزاكم الله خير على حضوركم وشكرا لتفاعلكم.